الحقيقة النهاردة عندنا حلقة متميزة وموضوع متميز وأيضا شخصية متميزة. عدد كبير مننا ولا سيما الناس اللي ساكنة في منطقة الشرق الأوسط بتسمع عن مجلس كنائس الشرق الأوسط. مجلس كنائس الشرق الأوسط اتأسس وكانت البداية بتاعة التفكير في تأسيسه سنة 1974. ومجلس كنائس الشرق الأوسط على مدار السنوات الطويلة الماضية عمل شغل كبير في الشرق الأوسط، وعمل خدمات كتيرة قوي في كنائس الشرق الأوسط، وكان ليه مواقف واضحة سواء كانت مواقف سياسية أو مواقف مع المواطنة أو مواقف بتدعم حقوق الإنسان. المجلس كانت له مواقف تاريخية مهمة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مجلس كنائس الشرق الأوسط، هنقف وقفة عند أهم المحطات اللي كانت في تاريخه، هنتكلم عن الرؤية المستقبلية لهذا المجلس العريق. يسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة ثريا بشعلاني، الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأيضا هي أستاذة للاهوت الكنسي والمسكونيات في جامعة القديس يوسف في بيروت. دكتورة ثريا، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. شكرا على استضافتكم الليلة لإلي بتلفزيون الكراسة، يشرفني أسيس. أنت منورة مصر. خليلي هيك. أنا نفسي أقف عند جزئية مهمة جدا تهمنا في مجتمعاتنا العربية، وكمان هي تعتبر حاجة جديدة على مجلس كنائس الشرق الأوسط. إن حضرتك امرأة وانت اول امرأة من ساعة ما المجلس تأسس انك تكوني امينة عامة لهذا المجلس العريق. حضرتك شايفة الخطوة دي ازاي؟ يعني اولا اتشرف ان تكون العائلة الكاثوليكية قد رشحتني لهذه الرسالة، ما بقول لهذا المنصب، واتشرف ان تكون العائلات كافة قبلت في كامرأة على هذا المنصب كأمينة عامة. هذا ما يشرفني، وفي الوقت نفسه يسعدني أن تكون الكنائس أنه حظت هالخطوة، عملت هالخطوة المهمة لتعبر عن احترامها لدور المرأة في العمل الكنسي والعمل الاجتماعي والريادي. حضرتك شايفة الكنيسة في الشرق الأوسط، أنا بتكلم بقى هنا الكنيسة عموما، أعطت المرأة حقوقها ولا لسه عندنا يعني انتقاص لحقوق المرأة داخل الكنيسة؟ أولا بشكرك على تسمية الكنيسة، لأنه نحن كنائس متعددة وسنبقى بهذا التنوع الذي يغني الكنائس، ولكن كمان نصبو إلى وحدة الشهادة والرسالة والصوت في الشرق الأوسط. ومن وجوه الرسالة الواحدة أن تقول الكنيسة في الشرق الأوسط أن للمرأة مكانتها وكرامتها كامرأة، وهالخطوة اللي عملوها على هذا المسار تعتبر جيدة جدا. يعني أن تعطى الامرأة أن تنطق باسم الكنائس عندما تكون مجتمعة في العمل المسكوني. دور المرأة أخذ أسسه وجذوره مع المسيح يسوع، فكان هو من أسس لهذا الموضوع في الإيمان المسيحي، ونجد بالإنجيل إكرام المرأة وأهمية هذا الموضوع. وعندما الكنيسة تعطي المرأة هذه الكرامة تكون تؤدي الأمانة للمسيح نفسه. من الناحية العملية المسار طويل، ولكن ما فينا ننكر أنه نرى اليوم أن المرأة في الكنائس تأخذ أمكنة ريادية تفكرية اجتماعية في القرارات في الكنائس. بعد في مشوار طويل، ولكن أتوجه للسيدات وبقول لهم هذا الشيء منوط في السيدة نفسها. ليه عم بقول هذا الشيء؟ لأنه عندما المرأة تعمل على نفسها كامرأة دون تبارز مع الرجل، وتدخل في عمق ذاتها
وبتحقق هويتها وطبيعتها، هالأنوث اللي عندها إياها بتفرض الموهبة اللي خص فيها المسيح، فيراها المسؤولون في الكنيسة وبيعرضوا عليها بعض المناصب، وإحدى الدلائل أني أنا في هذا المنصب. نفسي حضرتك تدينا فكرة عامة عن مجلس كنائس الشرق الأوسط، الهدف من إنشائه أو ربما أهداف، وإيه أهم الحاجات، إيه أهم المواقف اللي المجلس عملها، مجلس كنائس الشرق الأوسط على مدار السنوات الطويلة الماضية. المجلس بحلته الرسمية تأسس سنة 1974، وميزة هذا المجلس أنه ليس منظمة دينية عادية، هو منظمة كنائس، يعني رؤساء الكنائس في الشرق الأوسط هم أصحاب البيت والشأن ورؤساء هذا المجلس، والأمين العام يحاول أن يطبق وينفذ ما تقرره الجمعية العامة لرؤساء الكنائس كل 4 سنوات. لمن تأسس ضم 3 عيال مهمة في الشرق الأوسط، 3 عائلات، العائلة الأرثوذكسية اللي الروم البيزنطيين اللي هي من 4 كنائس في الشرق الأوسط، العائلة الأرثوذكسية الشرقية، الشرقية الأرثوذكسية 3 كنائس، والعائلة الإنجيلية الأسقفية. وانضمت العائلة الكاثوليكية سنة 1990، وبالتالي نستطيع أن نقول أن مجلس كنائس الشرق الأوسط يضم غالبا كافة الكنائس في الشرق الأوسط، وله ميزة خاصة في العالم كله، لأن في مجالس دولية وإقليمية بالعالم كله، ولكن مجلس كنائس الشرق الأوسط الوحيد يلي فيه بأعضائه العيال الأربعة المكونة من 27 كنيسة وفي 9 بلدان، يعني يغطي جميع مناطق الشرق الأوسط ويغطي التحديات اللي فيها. هذه الميزة الأولى، أنه مجلس كنائس. ابتدى ب3 عائلات، دلوقتي ب4 بعد انضمام العائلة الكاثوليكية. هي العائلة الكاثوليكية منذ البدء كانت حاضرة في المشاريع اللاهوتية والإيمانية، ولكن أعلن انضمامها الرسمي ليها المجلس سنة 1990. تعرفي أن أنا مبسوط أن العائلة الكاثوليكية انضمت للمجلس، لأن لو العائلة الكاثوليكية لم تنضم ما كناش هنتمتع بوجود حضرتك كأمين عامة للمجلس. يشرفني أسيس هذا الكلام. الميزة الثانية أنه هذا المجلس هو رائد في معظم ما تجدونه اليوم في المنظمات الدينية الأخرى أو المنظمات الاجتماعية اللي بنسميها الـ NGOs. كان الرائد، اللي هي منظمات المجتمع المدني، كان الرائد، الرائد لاهوتيا في التفكير بين الكنائس معا، الرائد والمؤسس للحوار الإسلامي المسيحي في الشرق الأوسط منذ السبعينات. وهذا فخر كبير للمجلس أن تبادر الكنائس معا، هذا الموضوع معا مهم جدا، أن تقرر الكنائس معا أن تكون في حوار رسمي مع المسلمين بالاحترام المتبادل. كان رائدا في المدافع عن حقوق الإنسان وعن حقوق القدس أولا وحقوق العودة للفلسطينيين، وكان رائدا بالعمل على حقوق اللبنانيين بالمحنة يلي عانوا اللبنانيين فالعراقيين فالسوريين حاليا، وفي خدمة الدياكونية فعمل من أجل حقوق المرأة وحقوق الشباب والطفل، وكان رائدا في العمل مع الأمم المتحدة. فإذن مجلس الكنائس حقق الكثير الكثير في خلال هال45 سنة اللي مضت منذ تأسيسه. حضرتك ذكرتي أن المجلس كان رائدا في الحوار الإسلامي المسيحي، هل حضرتك شايفة هذا النوع من الحوار كان له إيجابيات، ولا بعض الناس بيقولوا ده حوار طرشان يعني ما منوش أي فايدة؟ لا يبدد المشاكل وسوء التفاهم والحروب بين البشر إلا الكلمة الصادقة والحرة من الطرف الذي يتكلم،
والاستماع بصدق وشفافية واحترام من الذي يقبل الكلمة. وأيا تكن الاختلافات بين الأفراد والمجتمعات والديانات، الكلمة هي التي تعطي أهمية للاختلاف وتبعد الخلاف. فإذا الحوار هو من صلب إنسانيتنا، نحن بشر خلقنا في جوهر كياننا العلاقة، ما بنقدر نعيش متوحدين. حتى المتوحدين في الصلاة هم في علاقة وثيقة مع العالم، لمن بناء، لمن بيتضرعوا، لمن بيصلوا، لمن بيخدموا من وراء قدبان الصلاة ويبنوا العلاقة مع الله. لأن ما فيك تبني علاقة مع الله إذا منك بنية مع البشر، ولا تبني علاقة مع البشر إذا ما بنيت مع الله. وبالتالي الحوار هو من صلب كياننا الإنساني، نحن بالإنتروبولوجيا تبعنا العلاقة موجودة. وبالتالي أيا تكن صعوبات الحوار بين المسيحيين أو بالعائلة الوحدة أو بين المتزوجين ومع المسلمين، بتضل الحوار هو الطريق الفضلة إلى لقاء الآخر. وما فينا نقول إنه الحوار فشل، بالعكس، من ثمار الحوار اليوم آخر وثيقة في أبو ظبي عن الأخوة الإنسانية التي أطلقها البابا روما فرانسيس والإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد أبو الطيب. وهالمبادرة كانت مبادرة حقيقية مسيحية إسلامية أسست لمبادئ الإنسانية كمبدأ مشترك بين البشر أيا يكن دينهم. فلما بادر مجلس الكنائس بالحوار كان أول الطريق. وأيا يكن اللي عم بيعيشوا الشرق الأوسط اليوم، نحن نعتبر أن الحوار أثمر، وممكن نشوف ناس متصلبة من الجهتين، ولكن ما ننسى نشوف الناس الذين يعملون بصدق دون مراوغة ودون أنه يعني يفككوا إيمانهم الشخصي بصدق مع الآخر. وآخر كلمة بدي أقولها، ما بيروح عند الآخر إلا المتجذر بهويته وإيمانه. مش لأني عم بحاور الآخر أنا عم دوب هويتي، بالعكس، كل ما حاورت الآخر بصدق وكل ما تعرفت عليه أكتر، كل ما اكتشفت هويتي الحقيقية وافتخرت فيها بصدق أكتر. حضرتك جيتي مصر امبارح الصبح، معاكي وفد من لبنان، وكنا مع بعض زرنا قداسة البابا تودروس، وزرنا الدكتور الأسيس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والنهاردة عملنا زيارة للمطران منير حنا، وبكرة عندنا زيارة لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية. نفسي أسأل حضرتك انطباعك إيه عن اللقاءات اللي عملتيها امبارح والنهاردة؟ أنا ليست الزيارة الأولى لإلي، أنا هذه الزيارة الثانية. دي بعض اللقطات من زيارة الأمس. هودا المشاهد امبارحة واليوم في القاهرة. أنا لست في الزيارة الأولى لي في مصر منذ سنة، وبعد تسلم الأمين العام بدرت فزرت قداسة البابا تودروس الثاني والأسيس الدكتور أندريا زكي وسيادة المطران حنا وقداسة البطرك غبطة البطرك إسحاق إبراهيم إسحاق بكرة صبحا وكل الرؤساء الكنائس اللي وغبطة البطرك الإسكندرية، تشرفت كمان بزيارته وعدت لهون. أنا انطباعي بصدق، أنا أتشرف أن أزور مصر لأنه لقيت كأمينة عامة ترحيب كبير جدا، وكامرأة ترحيب كبير جدا. ومنذ أن وطأت أقدامي مصر تلقيت من قداسة البابا تودروس الثاني تشجيع ترجم ليس فقط معنويا، ولكن كمان من حيث الدعم بالأعمال اللي أقوم فيها وحتى ماليا لحتى تنطلق أعمال المجلس. هذا كان في السنة الماضية، ولمن كمان استضاف للسنة رحب فيها مجددا،
وقال لي انه هو مستعد يستضيف الجمعيه العامه المقبله. الجمعيه العامه لمجلس كنائس الشرق وجه له وللكنيسه القبطيه الارثوذكسيه الشكر الجزيل الليلي، كما اوجه الشكر الكبير للأسيس الدكتور أندريا زكي. وهذه ليست مجاملة لأني على التلفزيون، لأنه اليوم صباحا فتح لي أبواب السينودوس، عنا ورشات عمل لاهوتية مسكونية إعلامية خدماتية، وسنعيد إن شاء الله إطلاق مكتب مصر، ونلت الدعم الكامل من الدكتور الأسيس. تسمية حضرتك أسيس رفعت كأمين عام مشارك منذ السنة الماضية. تشرفت كمان بلقاء سيادة المطران منير حنا ورأيت الدعم نفسه، وسيدنا غبطة البترك إسحاق إبراهيم إبراهيم إسحاق حزوره بكرة، ونشوف شو حيكون العمل بيناتنا. وهو كمان استضاف في أول هذه السنة اجتماع عمداء كليات اللاهوت، يمكن نتكلم عنهم. استضافهم بالمعادي وعبر عن ترحيبه بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والبطرك كمان في الإسكندرية أوجه له التحية لأنه بركته الروحية كمان كانت موجودة، والكل هني أعضاء في اللجنة التنفيذية. فإذا أنا توقفت عن كل شخص من رؤساء الكنائس لحتى أعبر بالترجمة الفحلية أنه لم يكن ترحيبا بالكلام، بل كان بالصلاة والدعم الروحي والفعلي. بعد ما سمي بثورات الربيع العربي، وأنا الحقيقة بحط يعني كلمة ثورات، عبارة ثورات الربيع العربي كده بين قوسين، يعني دي التسمية الشائعة، حصل أنه عدد كبير من المسيحيين هاجر من الشرق، اللي راح أمريكا واللي راح أوروبا، وقعدوا في كلام عن أين الحضور المسيحي في الشرق، وأن المسيحيين بيهاجروا، وأن الشرق سيتفرغ من المسيحيين. وبعدين كان عندنا فيلم هنا زمان اسمه حسن ومرقص وكوهين. كوهين مشي والشرق أو مصر فضيت من كوهين، ففضل حسن ومرقص. فبعض الناس قالوا نخاف أن يجي اليوم اللي نقول فيه حسن وبس، يعني مرقص كمان يمشي يفل. حضرتك شايف الحضور المسيحي في الشرق الأوسط أخباره إيه؟ هل في مشكلة ولا فيش مشكلة؟ لا، ما فينا نقول ما في مشكلة، في تحديات. ولكن بالأحاديث الجانبية اللي كنا عم نقولها، الهجرة طالت ليس فقط المسيحيين بالشرق الأوسط، نحن نحكي علم ونحكي statistics، ونعرف إنه في هجرة من المسلمين في بعض الأوقات، نسبة أنه العدد أكبر عند المسلمين، ممكن أنه عدديا أن تفوق هجرة المسيحيين بالشرق الأوسط. وهذا لا يعود إلى الدين أولا، هذا يعود إلى فكرة أنه الشرق الأوسط والحكومات عليها أن تعمل بصدق وجدية من أجل دساتير وقوانين تصون حقوق الإنسان وكرامته وحقه بالعيش والعلم والصحة والتربية والمسكن بما يليق بالله ليس بالإنسان فقط. فالهجرة اللي عم بتصير تطال الجميع، ليس فقط هربا لأنه منتمي إلى دين، ولكن بحثا عن بلد يحترم حقوقه وكرامته. وبالتالي على المسيحيين على الأقل أن يكونوا بما طلب منهم المسيح أيا يكن عدد في الشرق الأوسط، لأنه كلمة أقليات لا تعنينا. نحن رواد هذا الشرق مع المسلمين، ونحن من هذا الشرق، ونحن المنقرر إذا منبقى أو منذهب، نحن القرار لإلنا، على شرط أن نكون للمسيح. أنت بتحبيش مصطلح أقلية؟ ما أحبوش، لأنه مسيحيا لا يعني شيئا، لأنه نحن ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ فإذا نحن نوعي، نحن من أجل الآخرين، كنيسة من أجل الآخرين، من أجل الشهادة. من حيث الانتماء في الإيمان كلمة أقلية لا تعني شيء، أما من حيث المواطنة
فإذا نلنا كل حقوقنا كمواطنين مصريين عراقيين لبنانيين فلسطينيين أردنيين سوريين، كلمة أقلية لا تعني شيء، علما أن هذه الكلمة في دساتير الأمم المتحدة مهمة جدا، خاصة في العراق مثلا، مع احترام خصوصية كل بلد، ولكن أنا أرى أنه في هذه المعضلة الكبيرة الشائكة الذي يعيشها الشرق الأوسط، المهم أن نؤمن كمسيحيين أن هنالك بين المسلمين من يريد أن يعيش معنا بكرامة وسلام، ودول الأغلبية، وهودي يجب أن نلاقيهم على الطريق ونبني معا الشرق الأوسط كما نريده نحن، بما يصون تاريخنا وتقاليدنا ويصون كرامة الإنسان أيا يكن انتماء الديني والثقافي والعرقي، وأن نبني للمستقبل معا ما يليق بإنسان بكرة الغدا يعني. مشان هيك أنا لا أنكر أن هنالك اضطهاد، لا أنكر أن هنالك مخاوف، هذه الواقعية علينا أن بشجاعة أن نقرأها، ولكن أن نخضع لها هذا مرفوض، لأنه نحن قياميون نؤمن بالمسيح الذي غلب الموت وهو سيد الحياة، ونحن لنا الرجاء بالمسيح يسوع. شكرا. مش حاسة أن ممكن بكرة يجي ويكون الشرق الأوسط بدون مسيحيين؟ أنا لما يكون بالأوساط المسلمة بتكلم مع أشخاص فقهاء أقول لهم المشكلة ليس أن يغيب المسيحيون عن الشرق فقط، المشكلة عندما يغيب لا سمح الله المسيحي عن الشرق ستغيب معه فكرة الغيرية، الأذرنس، الألتريتي. وأي إنسان ممكن يعيش بلا الآخر، ما كنا عم نحكي عن العلاقات، من يلغي الآخر يلغي نفسه، لأن هنالك دائما آخر بوجهي، آخر من دين آخر، آخر في نفس ديني من مذهب آخر، آخر في مذهبي من بلد آخر، آخر رجل، آخر امرأة، آخر من ديني من بلد آخر. وإن نتكلم عن الأمة، ولكن يبقى الانتماء الثاني والثالث في الهوية مهم جدا. من يحاول أن يلغي الآخر لا يلغي إلا نفسه، وهذه حقيقة. والخطر الكبير عندما نلغي الآخر أن نذوب معه، إن لم نذوب اليوم سنذوب غدا، وإن حافظنا على الآخر تجذرنا معا وكبرنا معا، إما أن نشيخ ونكبر معا وإما أن نموت معا. هذه حقيقة وهذا منطق وهذا واقع، واللي ما بيصدق اللي عم بقوله يقرأ التاريخ. لم يفنى لا المسلمون ولا المسيحيون في العالم، بل فنيوا اللي فنيوا بعضهم من الطرفين. يعني لا وجود للآخر بدوني، بدوني، ولا وجود لي دون الآخر، ومن يحاول إلغائي يلغي نفسه معي في الوقت عيني. حضرتك بتشوف الوحدة بين الكنائس ازاي؟ الناس متصورة ان احنا نكون كنيسة واحدة، يعني حتى عندنا في مصر بحس ان في بعض الناس متصورة ان الوحدة ان كلنا هنبقى طائفة واحدة، هنبقى يعني فكر واحد، والفكر ده بيلغي اللي حضرتك بتقوليه مفهوم الاخر. هل الوحدة ان كلنا هنبقى زي بعض، نلبس لبس واحد ونفكر بطريقة واحدة، تكون عندنا عقيدة واحدة؟ مفهوم الكنيسة الواحدة هو مفهوم أن كنيسة المسيح واحد، والشهادة للمسيح واحد، ونحن جسد المسيح الواحد. ولكن هذا لا يحني كلمة واحد من الناحية الرقمية. نحن نؤمن بالثالوث القدوس الواحد في أقانيم ثلاثة، فإذا مفهوم الغيرية في الكائن الإلهي نفسه من الناحية المسيحية، والتنوع هو غنى يأتي من كون الإيمان متجذر في الثقافات. فعندما تتكلم لغة البلد والثقافة اللي أنت فيها تصبح كنيسة محلية ذات طابع ثقافي معين، ولكن هذا لا يحجب عنك الالتقاء بالمسيح من ثقافة أخرى. التحدي ليس أن نتوحد ونذوب ببعضنا، هذه مشكلة إذا نحن بنشوف الوحدة هيك. التحدي الكبير أن نكون في تنوعنا، الأغصان
المتجذرة بالجذع الواحد يسوع المسيح، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وهذا لا ينطبق فقط علينا كل واحد كمسيحيين، ولكن ككنائس. نتخيل الجملة نفسها عم بيقول المسيح أنا الكرمة وأنتم الأغصان، يعني كل كنيسة غصن، وكل ما يثمر كمان كنسيا عم بيقولنا إياها المسيح أيضا، أن نثمر ككنائس على شرط أن لا نكون أساس لذواتنا، بل أن يكون المسيح هو أساسنا جميعا. فإذا التقينا بالمسيح التقينا في الوحدة في قلب الله. وهذا تحدي العمل المسكوني، أن نكون بتنوعنا على قلب واحد وفكر واحد ورأي واحد ودعاء واحد وصلاة واحدة في الشرق الأوسط. دكتورة ثريا، حضرتك أستاذة للاهوت في كلية اللاهوت في بيروت، وقبل ما تمسكي أمينة عامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط حضرتك أستاذة، وبعد ما هتخلصي المدة بتاعتك اللي طبعا نتمنى ان هي تطول يعني عشان تحققي رؤاكي وأحلامك، بعد ما هتنهي المدة بتاعتك هترجعي مرة تاني للتدريس في كلية اللاهوت. تقييم حضرتك ايه للتعليم اللاهوتي في الشرق الأوسط؟ أولا أنا ما تخليت عن التعليم. هذا التحدي اللي عم بعيشه كأمينة عامة، إنه بعد عندي طلاب بحييهم إذا سمعوني، وعندما بسافر بحاول إنه الكورسز تبعي ما يتأثروا كتير بغيابي. وأنا منذ بداياتي باللاهوت كنت طالبة ببيروت، وتعرفت على مجلس كنائس الشرق الأوسط عبر رابطة كليات ومعاهد اللاهوت في الشرق الأوسط، وربيت في الروح المسكونية منذ ذاك الحين. إن أنت حبيتي الطوائف والكنائس المسيحية كطالبة لاهوت، واليوم أنا أتشرف أن يكون لي أصدقاء كسر قساوسة بطاركة أساقفة كانوا طلاب معي. ومن جوهر لقاء طلاب اللاهوت في الشرق الأوسط أن ينموا ويكبروا معا، حتى إذا ما التقوا في المسؤولية فيما بعد تكون العلاقة الروحية والصداقات قد سبقت العلاقات الرسمية، وما يجمعه الله لا يفرقه إنسان. وبالتالي أنا أؤمن أن الدراسات اللاهوتية هي في أساس العمل المسكوني، لأن حتى نخرج من التشبث يعني أن لا تمسك أن أتجذر في كنيستي هذا واجب وحق، ولكن أن أقول أن الإيمان المستقيم موجود عندي فقط هذا خطأ. ولحتى انفتح على التعليم اللاهوتي وأكتشف الغنى عند الكنائس الأخرى، يجب أولا المعهد أن اللي يكون أنا عم بتعلم فيه قائم على أسس أكاديمية وكنسية صلبة، وفي الوقت عينه أن أتمرس بالعمل المسكوني، أي أن أتعلم ما هو من ثروة الكنيسة الأخرى. وهيدا يأتي عندما كليات اللاهوت تنسق معا من ناحية العمداء، ومن ثم الأساتذة، ومن ثم الطلاب. والعمل المسكوني يبدأ في الخدام والأساتذة عندما بيشتغلوا سوا، لأنه اللي بيحضروا له مع الطلاب اليوم ينمو غدا في الرعاية وخدام الرعاية والكليات وكل المجالات بين الكنائس. فإذا العمل اللاهوتي الحمد لله قائم في الشرق الأوسط. نحن اليوم عندنا بقلب رابطة الكليات 18 معهد وكلية يلتقون سوا، والاجتماع الرسمي قلنا عنه كان في المعادي للعمداء في مطلع السنة الأكاديمية. ونعول كثيرا على هذا العمل المشترك، لأنه يبني للرسالة المسيحية الصادقة المتجذرة في العالم العربي في الكنائس عفوا، والمنفتحة على التحديات اليوم دون خوف، ومع مسيحيين معا. حضرتك شايفة التعليم اللاهوتي لازم يكون بيتميز بإيه علشان يقدر المسيحي يواجه التحديات الموجودة في الشرق الأوسط؟
طبعا حضرتك ما تقدريش تنكري ان في تحديات لمسيحي الشرق تختلف عن اي تحديات للمسيحي في امريكا او للمسيحي في اوروبا، وبالتالي التعليم اللاهوتي لازم يكون مختلف. بالأسس الكتابية واللاهوتية هو الأسس مشتركة، لكن القراءة تتميز بين كنيسة وأخرى. ونحن عنا كمان افتخار باللاهوت الأباء يلي هالإيمان المسيحي انطلق من هون. نحن في 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 عقر دار البطريركية الإسكندرية المتجذرة منذ تأسيس الكنيسة في العالم. فإذا في عنا أسس يجب أن نتشبث فيها، ولكن تحدياتنا أولا أن ننفتح إلى كيفية قراءة اللاهوت لدى الكنائس الأخرى. هذا التحدي الأول. الثاني التجذر أولا، الثاني الانفتاح على كيفية قراءة الكتاب المقدس واللاهوت لدى الكنائس الأخرى. أما التحدي الثالث الأكاديمي الثقافي هو الانفتاح على الفلسفات وعلى العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية وعلى السياق العربي الذي نحن فيه، أن نقرأه كما هو اليوم في مشاكله في تحدياته. أنا منذ بداية هالحلقة لم أنكر أن هنالك مشاكل كبيرة وتحديات لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم في بعض الأوقات كرامته، تضطهده لأنه آخر، لأنه مغاير عني. هذا كله يجب أن يكون في صلب تعليم طلاب اللاهوت. لماذا؟ لحتى ننشئ فيهم اللاهوت الصلب الذي يستطيع أن يكون مسيحي متجذر في الكتاب المقدس وفي لاهوت كنيسته، ولكن في بين إيديه الكومبتنسز والسكيلز وأكثر من هيك، الجرأة أن ينفتح على الآخر، أن يخاطب الآخر، وأن يقرأ معه التحديات والمشاكل التي تواجهه، ويقدر يعطيها جوابا يليق بالإنجيل الذي هو يشهد له. مشان هيك كليات اللاهوت عندها عمل كبير جدا وتقوى عندما تعمل معا في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، مع احترام خصوصية كل كنيسة وكل بلد. هل المسيحيين لهم دور في صناعة السلام في هذا الشرق؟ أنا أتجرأ فأقول لهم الدور الأول والأهم، لأنهم نحن على مشارف الميلاد، لأنهم هم مرسلون من ملك السلام وعندهم خطاب واحد، ما بيقدر يكون غير هيك، هو خطاب الحب والسلام، وإلا لا يكونون للمسيح. نحن رواد السلام، وعندما نواجه بالحروب نواجه الحرب بالسلام. هذا لا يعني أن نكون غير أكفاء وغير جريئين، هذا لا يعني ذوبان، هذا لا يعني محو للهوية، إمحاء للهوية، هذا يعني أني مسيحي بافتخار مرفوع الرأس، ولكن أنا أفتح يدي وعقلي ومواهبي من أجل الآخر لأبني معه السلام. عايزك تدينا فكرة علاقة مجلس كنائس الشرق الأوسط بالمجالس الأخرى للكنائس، يعني في مجلس الكنائس العالمي، في مجلس كنائس كل أفريقيا، دلوقتي عندنا في مصر مجلس كنائس مصر. هل في علاقة بين هذه المجالس وبعضها البعض، ولا كل مجلس شغال لوحده وليه أفكاره وليه أجندته؟ أولا اللي لازم نعرفه جيدا أنه لكل كنيسة رئيسة، بطركة، قسيسة، البابا في الغرب، وهو له الكلمة الأخيرة والفصل في كنيسته. فإذا الكنيسة هي صاحبة القرار النهائي في الكنيسة نفسها. واللي لازم نعرفه أنه الكنيسة لأنها تؤمن بالعمل المسكوني والشراكة بين الكنائس، تستطيع ككنيسة أن تكون عضوا في مجلس محلي كمجلس مصر، في مجلس إقليمي كمجلس الشرق الأوسط، وفي مجلس عالمي كمجلس الكنائس العالمي، كنائس العالم. وهذه المجالس ليس بينها هرمية،
لسبب وحيد، أنه العضوية هي للكنائس، فإذا المرجع الحقيقي هي للكنائس. الكنيسة مثلا، ناخذ الكنيسة الإنجيلية السينودوس أو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هي في الوقت عينه في مجلس مصر، في مجلس الشرق الأوسط، في مجلس العالمي، وممكن تكون في مجلس إفريقيا. ليه بدها تكون بكل هالمجالس؟ لا، بعيد وبكرر، لأنه على قدر ما نكون في شركة مع الكنائس الأخرى، على قدر ما نشبك العلاقات ونكون في خدمة العمل المسكوني والشهادة للمسيح معا، ونغتني من بعضنا البعض. يبقى التحدي بين المجالس نفسها، ويلقى المسؤولية الكبرى على عاتق الأمناء العامين، يلي هن مثلا أمين عام مجلس كنائس مصر، أمين عام مجلس الشرق الأوسط، أمين عام مجلس العالمي. عليهم أن لا يتنافسوا مع الكنائس في الأعمال في المناطق، بل أن يتحاوروا ويتضامنوا، حتى مجلس مصر يعمل ما هو له محليا، مجلس الشرق الأوسط يتعاون في مصر مع مجلس مصر، والمجلس العالمي أن يتعاون مع الإقليم والمحلي، لحتى هالتشبيك يعطي ثماره. ونحن كأمناء عمين عم نحاول نكون أمينين، أمناء عمون على هالموضوع. لهذا السبب زرنا اليوم أمين عام مجلس مصر الأب بولس، ونحن في الصيف الماضي اجتمعنا كل أمناء المجالس الإقليمية في العالم مع أمين عام مجلس العالمي في جنيف، حتى نتداول بهذه المواضيع. يعني برضو في موضوع عايز أسألك فيه، في عدد من المتعصبين في كل الكنائس، وهؤلاء المتعصبون يرفضون أي حوار مع الآخر، وشايفين ان انا بس اللي صح، وانا بس حتى اللي داخل ملكوت السماوات، ومحدش تاني داخل ملكوت السماوات غيري. قولي لي المتعصبين دولت نعمل معاهم ايه؟ تنصحيهم بايه وتنصحينا بايه؟ ولا انت مش بتشوفيهم؟ بلا بلا، اشوفهم وين ما كان. هذه الدلالة أن التعصب ليس منوطا بدين. يعني ما فينا نقول المنتمون للديانات الأخرى متعصبين. عنا في كنايسنا، في عنا الطين نفسه والنوعية نفسها. أقول لنفسي للأشخاص اللي هن يؤمنون بالحوار مع الكنائس الأخرى ومن ثم مع الأديان الأخرى، أقول لهم أنه نحن مؤتمنون على أن نواظب العمل مع الآخرين والانفتاح لهم في العمل المسكوني أولا، ومن ضمن العمل المسكوني مع الديانات الأخرى والمؤمنون من كافة الديانات، العمل معا من أجل مجتمع أفضل يصون كرامة الإنسان. فإذا اللي بيؤمنوا بكرامة الإنسان ويؤمنون بالله يؤمنون بالعلاقة بالآخر، ويجب عليهم أن لا ييأسوا من إخوتهم أيا يكن انتمائهم. هذا واجب عليهم، أنه يواظبوا العمل مع المنفتح الآخر من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعملوا على التربية منذ الصغر، لأن أنا اشتغلت في المدارس وفي التعليم المسيحي لثلاثين سنة. الجذور في التربية. إذا نحن مش قادرين على اللي بلغوا العمر الكبير، مع احترامي لهم وبحييهم، نحن علينا العمل في التربية. ونعمل جيدا في التربية. لحتى نأسس للأيام المقبلة كما طلاب اللاهوت العمل نفسه. هيدا المطلوب من الذي يؤمنون بالآخر. أما الذي لا يؤمن بالآخر، أكرر له لأخي المسيحي اللي قلته عن المسلمين إذا لا سمح الله لا يؤمنون فيه، إذا ما بتآمن بالآخر المختلف، أنت لا تؤمن أن الله ثالوث، وأن الله آب وابن وروح قدس، وأن الآب أحبنا حتى جاد بابنه من أجلنا. لو ما الله الآب يحبنا نحن الآخرين البشر، ما كان تم الخلاص
هذا لازم تعرفوا جيدا، أنه في صلب كيان الله الآخر موجود، اللي هو الابن، الآب، الروح القدس. وثانيا ومهم جدا، المرجع الأساس بإيمانك المسيحي ليس كنيستك، بل المسيح نفسه مؤسس كنيستك، والذي تبنى عليه كنيستك هو حجر الأساس. ومثل ما بيقلنا مار بولس برسالته إلى أهل كورنثيا، لا أحد يضع أساسا إلا الأساس الموضوع، أي يسوع المسيح، وعليه يعلو البنيان. فحذاري من أن تكون مؤسس لذاتك وأن تلغي المسيح، لأنك بذلك تموت موتا في الخطيئة الأصلية. وما هي الخطيئة الأصلية؟ هو إلغاء الله وأن أجعل نفسي أساسا لنفسي وللآخرين. الذات، الذات الأنانية أكيد، لأنه أنا لست خالق نفسي، أنا مخلوق مخلص، والأساس بإيماني يسوع المسيح والآب. فإذا كان المسيح هو الأساس، يجب علي أن أؤمن بأنه شاء أن تكون كنائس أخرى وليس كنيستي فقط. ولتتأكد من هالشي تثقف يا أخي، تثقف. حلوة تثقف دي. عدد كبير من المتعصبين إن لم يكن كلهم لا بيقروا ولا بيتثقفوا ولا أي حاجة، وهذا يعود في المسؤولية إلى خدام الرعاية وإلى معاهد اللاهوت وإلى مدارس الأحد. أنا ما بلوم المتعصب، أنا ألقي اللوم على المربي في المدارس الأحد، في الرعاية، في الوعظات، في العظات، وفي كليات اللاهوت. علينا مسؤولية كبيرة بالتثقيف الحقيقي والانفتاح على الآخر، والدراسة الأكاديمية، الدراسة الأكاديمية تنقذ العقل وتغذي الروح والإيمان. قولي لي مين عنده الحق؟ تسألني سؤال بيلاطس للمسيح، فلم يجب المسيح على هذا السؤال، لأن الحق هو المسيح نفسه. أنا الطريق والحق والحياة، اللي عنده الحق هو الله نفسه. ومن يقترب من الإيمان بالمسيح يسوع يقترب من الحق. فإذن ترجع نسأل السؤال نفسه، إذا أنا جعلت حالي لنفسي أساس للحق اختربت، لم لا ألغي الآخر، ألغي الله في حياتي إذا كنت أنا المرجع الأخير. الحق والحقيقة هو له اسم، يسوع المسيح. لاسمه تنحني كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، فيليبي إصحاح 2. عندي برضو مشكلة تاني، إزاي أقدر أوفق ما بين هويتي، عقيدتي، وما بين احترامي للآخر ولفكره ولعقيدته؟ يعني أنا مثلا أكلمك يعني بوضوح، أنا قسيس إنجيلي مشيخي، هل علشان أقبل الوحدة وأتعامل مع الكنائس هل مطلوب مني أني أدوب وما بقاش ليا هوية وما بقاش ليا لون؟ هذا مرفوض، لأنه على قدر ما أنت يمنع عليك إلغاء الآخر، من واجبك أن تحافظ على هويتك. يعني يمنع إلغاء الآخر، وبالتالي يمنع إلغاء الهوية الخاصة. أنت عندك ثروة حقيقية عطتك، بنقول بالفرنسي يونيسيتي، يعني عندك فرادة ما فيك تلغي فرادتك، لأنها أتتك من علو. لحتى تقدر تكون بعلاقة حقيقية مع الآخر عليك أن تكون ذاتك، وبالتالي أنت يجب أن تكون حريص على شغلتين لتغذية شخصيتك. أولا أن تغذي شخصيتك روحيا بالصلاة والاحتفالات الجماعية الكنسية الليتورجية، وأتوجه بتناول كلمة الله وجسد المسيح الذي يغذيك من الداخل بعون الروح القدس.
هذا اللي يجذرك كابن للآب ومخلص بيسوع المسيح، وثانيا أيضا وأيضا أن تتثقف أولا بإرثك الكنسي الذي نلته من أجدادك ومن أجدادك أيتها السيدة، أن تواظبي على التعلم والتثقيف بمدارس الأحد، بمعاهد اللاهوت، بالدراسات أونلاين، بالكتب، ولكن يجب اختيار الكتب التي هي أكاديمية وليس فيها هرطقات. لا أعني هرطقات يعني أن تلغي الآخر، ولكن متجذرة بعلم حقيقي. في العلم والصلاة تصون هويتك وتكون صلب، ويلغى الخوف من قلبك عندما تلاقي الآخر. أنت ليه بتخاف تروح عند الآخر؟ لأنك بتجهل نفسك، ولكن لما بتصير تعرف نفسك على عمق وحقيقته بتروح عند الآخر مرتاح، لأنه أيا يكن ما يقوله ستكتشف فيه ميزة مغايرة عن ميزتك، ولكن هالشي لا يلغيك بل يغنيك. طب هل الآخر ده لما بشوفه يعني من حق أقول ده رايح ملكوت السماوات أو مش رايح؟ من الديان؟ نرجع للسؤال نفسه، من الحق ومن أعطى الحياة؟ الذي أعطى الحياة هو الذي مسؤول عنا وسيدة، وهو الدائن الوحيد. هل أنا أعطيت الحياة للآخر؟ ما هني مين اللي بيقتلوا الآخرين وبيلغوه؟ هني اللي في عقولهم المريضة يظنون أنهم أعطوا الحياة فيلغوها. يا أخي، الخالق هو سيد الحياة، ويسوع بيقول لا تخف من أن من يلغي جسدك، بل من يلغي جسدك وروحك لي أن أعطيك ولي أن آخذ. هكذا قال إبراهيم، الرب أعطى والرب يأخذ. أنت لا إلك أنك تعطي حياة للآخر، ولا إلك، أنت تشارك بالخلق، وإلك تلغيها ولا إلك الدينة، أنت إلك تحافظ عليها. عندك مسؤولية واحدة تجاه أخيك، الذي قاله الله لقايين، قايين قايين أين هو هابيل أخوك؟ هابيل أخوك، أنت مسؤول عن حياة الآخر في نموه، لا مسؤول عنه في إلغاءه، ولا مسؤول عنه في ديانته، في دينونته. أنت مسؤول عن أخيك بالتنمية، بالحب وبالسلام، وما عدا ذلك يعود ذلك للخالق، وإلا ترتكب خطيئة تجاه نفسك أمام الديان. رؤيتك إيه المجلس كنائس الشرق الأوسط في الوقت اللي جاي مستقبلاً؟ في زيارتي لمصر مثلا، أن يعود المجلس إلى مصر في طلة خدمة لخدام الرعاية، في طلة تحضير لوثيقة عن معنى الحقيقي لحضور ورسالة المسيحيين في الشرق الأوسط. نحن نعمل على وثيقة تتكلم باسم المسيحيين بالشرق الأوسط وعن المعنى السامي الإلهي لحضور في العالم. هذا التحدي الثاني، وسنطل فيه كمان في مصر. التحدي الثالث إعلاميا، أن يكون لنا خطاب معتدل حقيقي يحترم كرامة الإنسان ويمجد الله من خلال هذه الكرامة. وأنا رؤيتي للمجلس الكنائس الأوسط إيجابية جدا رغم كل التحديات، لأن لا لنا خيار إلا في الوحدة، وإلا في التجذر بيسوع المسيح والشهادة له، وفي صون كرامة الإنسان أيا يكن هذا الإنسان، لأني أنا شريك له في الإنسانية. شايف المسيحي الشرقي كفاية أنه يصلي جوه الكنيسة، يحضر القداس، يحضر الاجتماع، يسمع الوعظة، ويرجع بعد كده يشتغل ويمارس حياته وخلاص، وملوش دور تاني سياسي أو اجتماعي، ولا لازم يكون له دور خارج الكنيسة مبني على فكره وإيمانياته؟ أنا ما بقول دور خارج الكنيسة، أنا أقول كإنسان مسيحي من جماعة كنسية يتغذى في الصلاة، وعندما يخرج من الصلاة الجماعية سيكون شاهد للمسيح، مش بضروري بالكلام، ولكن
بالعمل أن ينقل قيم الإنجيل حيث هو، وعليه واجب العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من صلب القيم الإنجيل، أي بمعنى آخر أن يبعد عن الفساد، أن يكون محاميا عن الحق، أن يكون نزيها، أن يعمل في الدساتير والقوانين والمصارف والمدارس والتجارة بصدق بشفافية بنزاهة، وأن ينفتح للآخر وأن يبني المجتمعات إكراما للمسيح الذي نال من أجله العماد، وأن يشهد لله أنه أب للجميع. ما بتنتهي رسالتك في الصلاة، تبدأ بالصلاة وتنتهي في خدمة الآخر من الموقع اللي أنت فيه. أنت نائب في البرلمان، عليك أن تشهد دون الكلام ولكن بقيمك للمسيح. أنت في المصرف وفي البنوك، اعمل بنزاهة وبكف شفاف. أنت في التعليم، علم بنزاهة وابعد عن الفساد. نحن لسنا فقط من أجل تنفيذ الوصايا العشر، نحن من أجل أن نبني الإنسان. نحن تجرأنا فصرنا في الأماكن الأمامية في بناء الحياة، نحن قياميون ونؤمن بالإنسان وبالحياة وبيسوع المسيح سيد التاريخ المنتصر على الموت وعلى الفساد وعلى كل ما أشبه ذلك. ملاحظ أنك منشغلة بقضية المواطنة، هل شايفة مجتمعاتنا الشرقية تحققت فيها المواطنة؟ هذا موضوع كبير جدا والمسار طويل والطريق شاق، ولكن ما بننكر أنه في المجتمعات المسلمة اليوم ناس فقهاء علماء واعيين جدا على هذا التحدي ومتقدمين جدا بالتفكر وبالعمل من أجل الانفتاح على الآخرين، وأول المسيحيين ويطالبون بالعمل المشترك مع المسيحيين من أجل بناء الأسس الصلبة للمواطنة. وبصدق هنالك مسلمون دون رياء يعملون من أجل العيش معا مع المسيحيين والآخرين أيا كان تكن انتماءاتهم في الشرق الأوسط بحقوق متساوية. لي رجاء كبير بهذا العمل، سيأخذ سنين كثيرة، ولكن هذا لا يمنع من أن نشارك ببناء هذا المستقبل للجميع. من خلال سفرياتك المختلفة في بلدان الشرق، العراق وسوريا، وانت مواطنة لبنانية ومصر، لو حبيت توجهي رسالة للمواطن المسيحي في الشرق الأوسط، تقولي له ايه؟ بقول له انه تحدياتك كبيرة وصعوباتك اكبر، وممكن انك اليوم تكون خائف على مصيرك ومصير عائلتك، لان انا ما بنكر انه في عندك في بعض المناطق اضطهاد. انا اللي قلته انه الغير كمان عم يضطهدوا وعم بيهاجروا، ولكن هذا لا يمنع انه انت عم بتعيش مشاكل كبيرة وصعوبات كبيرة، ولكن إذا شئت أن تهاجر هذه حريتك، ولكن يجب أن تعرف جيدا وماليا أنك زرعت في معموديتك في هذا الشرق الأوسط لكي تشهد للمسيح القائم من بين الأموات، وهذا المعنى الأسمى لوجودك في هذا الشرق. غذ نفسك بكلمة الله، تغذى في الصلاة في الجماعة، تشدد وآمن أن المسيح معك بقوة الروح القدس، وأن الكنيسة تأسست وقوات الجحيم لن تقوى عليها. إذا كان هذا إيمانك فاطلب نعمة عدم الخوف وسر إلى الأمام مع المسيحيين الآخرين، وأنت أيتها السيدة ما تخافي، تشددي بإيمانك، تقوي بالمسيح يسوع وانفتحي على الآخر المسلم وغير المسلم، تجدين عنده الإرادة نفسها، وتقدري مع شريكك بالحياة تبنوا العائلة وتبنوا المجتمع المصري العراقي الأردني اللبناني كله على أسس كرامة الإنسان والحقوق.
يعني الكلمة الأخيرة، تجذر بالمسيح وتغذى منه، ولا تخاف، لا تخافي، لا تخاف، لأن الله معنا، فمن علينا؟ لبنان بلد غالي علينا كلنا، ولبنان فيها بعض المناوشات. في جملة قصيرة، تمنياتك إيه لوطنك، لبلدك لبنان؟ لبنان بكل فخر بلد الرسالة، رسالة تنوع الكنسي، رسالة العيش المشترك، رسالة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذا البلد يتعرض في كيانه لعكس الرسالة. أقول لكل الأخوة اللبنانيين، يجب أن نبقى أمناء على هذه الرسالة التي أوكلت إلينا، وجميعا أن نبقى أوفياء لهذا البلد الذي بنوه أجدادنا بالعيش المشترك، وأن ننفتح إلى المستقبل بصعوبات كبيرة، ولكن دون خوف، مرفوعي الرأس والجبين، وسائرين معا إلى الأمام، وسننتصر معا من أجل كرامة الإنسان وصون الديمقراطية في الشرق الأوسط، لأنه نحن مثال يحتذى به. عزيزي المشاهد، إحنا كمسيحيين موجودين في هذا الشرق، ونحن متجذرون في هذا الشرق. نحن لسنا ضيوفا، نحن لسنا غرباء، نحن من هنا، سنعيش هنا وسنموت هنا وسندفن هنا في هذا الشرق. المسيح أوجدنا في هذا الشرق من أجل رسالة. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. نحتاج لأن نقدم لهذا الشرق رسالة المسيح، رسالة الحب، رسالة السلام، رسالة التسامح. علينا أن نقدم الحب لا الحرب، السلام لا الخصام. علينا أن نحارب الكراهية، علينا أن نكافح الإرهاب بالفكر، بالثقافة. علينا أن نقدم نموذج حقيقي للمحبة، للسلام. علينا أن نكون فعلا مسيحيين حقيقيين، ليس كلاما، ليس انفعالا، لكن نكون مسيحيين بأفعالنا، بمبادئنا، بأخلاقياتنا، بقيمنا. نعيش حياة المسيح قولا وفعلا. في نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي الكريمة الدكتورة ثريا بشعلاني، الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط. شرفتينا ونورتينا. أشكرك أسيس رفعت فكري، وأشكر كمان مساهمتك في بناء مجلس كنائس الشرق الأوسط كأمين عام مشارك من مصر. شكرا ليكي، وعلى موعد بلقاء آخر في زيارة إذا شاء قادمة الله. قريبة. عزيزي المشاهد، في نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكرك على المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، أتركك في رعاية الله، والرب معك.